تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي إن شاء الله يحبك كل أحد. اليوم الأحد أول يوم في الأسبوع، مثل ما دائما أقول كل أحد نبتدي بطاقة إيجابية. أدري واحد يكون أحيانا تعبان أول يوم، لكن واحد يبني طاقته من داخل، يكون طاقته إيجابية عشان يمشي معانا باقي الأسبوع بشكل جميل ونحقق فيه الأهداف اللي إحنا نبغاها. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وابدا اذاعه نور دبي. في بدايه البرنامج ارحب فيكم، ومحمود ان شاء الله ما بيكون موجود معانا هالاسبوع، عنده مهمه رسميه خارج البلاد، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق. وتابعوه على وسائل التواصل، تشوفون رحلته فعلا فعلا ممتعه، يروح لاماكن جميله تم تغطيه فيه، يعني يكون في رساله من وراها. بس اليوم معي ان شاء الله في الاستوديو في الاخراج وائل قواسمه، صباحك ورد يا وائل. ومعاي في التنسيق ميرا، هلا مخريفة، شخبارك، صباحك ورد. مرحب بالناس ما شاء الله بالإنستغرام، نشيطين ما شاء الله من الصبح، صباح الورد، صباح الخير، مرحبا، أهلين. إنزين، أذكركم أرقام التواصل قبل كل شيء على 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. نروح حق دراستنا لليوم. دراستنا لليوم أتوقع أنها تهم كثير من الناس، بما أنها لها علاقة بالسكر، وإحنا للأسف شعب عندنا نسبة الإصابة بالسكري عالية حبتين. شو الدراسة تقول؟ تقول لصقة ذكية تخلص مرضى السكر من وخز الإبر. ابتكر العلماء لصقة لمراقبة مستوى السكر في الدم، ستخفف معاناة مرضى السكري من أخذ عينة من الدم لقياس مستواه يوميا. صمم علماء جامعة باتا البريطانية هذه اللصقة على أساس مادة الجرافين التي بدأت تستخدم في جميع المجالات. يضم الابتكار مجموعة أجهزة استشعار صغيرة تعمل بتيار كهربائي لقياس مستوى السكر في السائل الموجود في أنسجة الجسم دون وخز الجلد. يعني الحين الأجهزة اللي نحن نستخدمها لقياس الدم لما نسوي الوخز فإنه يطلع دم ويسوي ألم، ولكن اللصقة هذه راح تقيس عن طريق، مو بالدم، عن طريق مستوى السوائل الموجودة عندنا في الجسم. يشبه تركيب السائل هذا وفقا للعلماء تكوين بلازما الدم، وهو موجود بين الخلايا في بصيلات الشعر على الجلد، وتحدد اللصقة بدقة مستوى الجلوكوز في هذا السائل بواسطة تيار كهربائي، حيث يمكن تكرار العملية كل 10 إلى 15 دقيقة. وأكدت التجارب المخبرية فعاليتها العالية في مراقبة مستوى السكر في الدم، وكذلك عند اختبارها على أشخاص أصحاء. مثل ما قلت لكم هالدراسة بتكون يعني تهم كثير من الناس اللي عندهم حالي مرض السكر. هي للحين قيد الدراسة هذه اللصقة، يعني سوون عليها للحين تجارب، للحين ما نزلت للأسواق، واتمنى ان شاء الله لما تنزل تكون فعلا متوفره في كل مكان، لانه بترحم مثل ما نقول مرضى السكر من وخزات الابر، خصوصا لما يكون ناس الاطفال اللي عندهم مرض السكر ويحتاجونهم يتاكدون او يقيسون مستوى السكر في الدم اكثر عن مره في اليوم. بما نتكلم عن السكري، صباحكم حلو، صباحكم احلى ان شاء الله. بما نتكلم عن مرض السكر، في دراسه جميله في منشوره كانت في جريده البيان عن السكر والطحين والبطاطا والأرز مربع السمنة المفرطة. شو علاقتها بالدراسة اللي قريتها لكم الحين؟ في دراسة هاي شو تقول؟ تقول أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت السمنة هي عبارة عن الوباء. قبل كانت الأوبئة عبارة عن أمراض تنتشر عن طريق الحشرات، الطاعون وغيرها، ولكن الحين منظمة الصحة العالمية تعتبر السمنة وباء. إنزين، شو علاقتها؟ إن الناس المصابين بالسمنة المفرطة 70% عندهم نسبة أكثر للإصابة بالسكر وارتفاع الضغط وأمراض القلب وألام الظهر والعمود الفقري والركب وضيق في التنفس. يعني كل أجهزة الجسم تتأثر بزيادة السمنة، بزيادة الوزن المفرطة. إنزين، فإحنا لما نقول عن الدراسات لها علاقة بالسكري، ممكن كثير من الناس تركز عليها. يعني لما يوني أنا مرضى العيادة يقولون دكتورة سمعنا علاج جديد للسكر، سمعنا عن خطة جديدة لعلاج السكر، لكن كثير من مرضى السكر ينسون أثر
نظام حياتنا اليومي وحفاظي على وزن مناسب، الرياضة، الأكل المناسب عشان أنا أتحكم بالسكر. ترى التحكم بالسكر يا جماعة عبارة عن مثل الميزان، 50% الأدوية و 50% نظام حياتي. أنا المفروض يكون نظام حياتي الصحي أنا مارسه كل يوم. فالحين في هالدراسة شو يقولون؟ الضلع الأول لمربع السمنة، في شو في الضلع الأول؟ السكر بكل ألوانه. في الضلع الثاني الطحين، والثالث البطاطا، والرابع الرز. يعني تخيل السمنة عبارة عن مربع، المربع لأربع أضلاع: سكر، طحين، بطاطا، أرز. لذلك حذرت الدراسة من الإكثار من تناول أي من هذه المواد اللي تزيد السعرات الحرارية في الجسم وتؤدي للسمنة المفرطة. هل هذا معناه نمتنع عنها؟ لا، دائما احنا نقول أي نظام غذائي تاخذونه يقولكم امتنعوا تماما، امتنعوا تماما عن الطحين، امتنعوا تماما عن الكربوهيدرات، هذا نظام غذائي غير سليم. ليش؟ ببساطة، أولا كل الأنظمة الغذائية اللي احنا موجودة في نظامنا الغذائي نحتاجها، كل المعادلات، كل المكونات الغذائية اللي في ضمن نظامنا الغذائي نحتاجها. تحتاجوا يوميا كربوهيدرات وبروتينات وألياف وفيتامينات ودهون، يوميا نحتاجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لو فكرنا أنا أقول لك أنت تبى تخفف وزنك، امتنع تماما عن السكر والبطاطا والأرز والطحين. كم تتوقع تقدر تستحمل أن أنت تبتعد عن هذه المكونات الأربعة؟ ممكن فترة بسيطة. الناس بالعادة لما تبى تنزل وزنها يكون ما شاء الله همتهم وايد عالي في البداية، تمتنع عن كل شيء، بتسوي أي شيء عشان تنزل وزنها، راح تقطع تماما هالأربع أضلاع المربع الموجودة، راح تقطعها تماما عشان ينزل وزنها. لكن لأي مدة تقدر تستحمل أن أنت توقفها؟ بالعادة معظم الناس من شهرين ثلاثة أشهر من يبتدي وزنهم ينزل ويصلون النتائج اللي هم كانوا يطمحون فيها، راح مثل ما نقول تشتعل فيهم الرغبة أنهم يبون يأكلون هالأكلات، الطحين والسكر والأرز والبطاطا اللي إحنا أصلا موجودة في أكلنا اليومي كلنا. فراح نحس مرة ثانية بالرغبة اللي يسمونه الكريفينج. إحنا دائما في النظام الغذائي نحاسب من الكريفينج. شو يعني كريفينج؟ معناه الرغبة الشديدة في الشيء. يعني أنا مثلا لو كل يوم أكل عيش، خبز، بطاطا، لو كل يوم أكلها ما بحس إن عندي رغبة شديد إني أكلها، بالتالي راح أكلها بكميات بسيطة. بس لما أمتنع عنها لمدة شهر أو مدة شهرين عشان ينزل وزني، شو راح يستوي؟ أوتوماتيكيا عقلي يبني داخل في العقل الباطن رغبة شديدة إن أنا أبى أكل من هذا الأكل، بالتالي راح أرجع له وراح أتناول بكميات أكبر، ممكن أكثر من وصفها يوميا. بالتالي راح أبدأ أراكم الكربوهيدرات في الجسم مرة أخرى ويزيد وزني وأخسر اللي أنا خسرته أصلا من قبل. فهذه نصيحة أنا دائما أعطيها، سواء كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، المرضى اللي يجون العيادة لما يقول دكتورة أنا بنزل وزني، قطعت السكر، قطعت الطحين، وقطعت العيش. ليش تقطعون؟ لازم تحطون كل شيء ضمن نظامكم الغذائي، ما تحتاجون حتى خبير تغذية يقول لكم. ببساطة أنتوا لو تحسبون تشوفون الطبق الصحي، إن أكثر مرة حتتكلمنا عن الطبق الصحي في صحة وسعادة، إن الطبق الصحي لازم يكون نصه للسلطة اللي هي الألياف، النص الثاني قسمه قسمين، قسم بروتين وقسم كربوهيدرات. لو إحنا عودنا نفسنا إن طبقنا يكون بهالطريقة كل يوم، ما أحتاج دكتور أو خبير تغذية يقولي أكل هذا ولا تأكل هذا، وما رح يزيد وزني. هني وين المشكلة بتكون؟ الناس اللي وزنهم مناسب، يعني ممكن 5-6 كيلو أكثر من وزنهم اللي هم يبونه، وعندهم صعوبة في إنزال وزن، فهالحالات فقط إحنا نعطيهم نظام غذائي أصعب شوي. يعني لو أنا مثلا واحد وزنه 100، المفروض يكون وزنه 60، طبعا رح أعطي نظام غذائي صحي في كل المكونات عشان ينزل. بس البنات اللي يجون العيادة وزنهم 65-70، وهي المفروض تكون مثلا 62، هي كيلوات بسيطة تفصلها عن الهدف اللي هي تبى. فشو نقول لهم؟ نعطيهم نظام غذائي أصعب شوي عشان الآخر كيلوات هذه أصعب شيء. طبعا أصعب دهون تنزل هي دهون البطن. في معلومة وايد ناس ما تعرفها، إن دهون البطن تتراكم من الأسفل إلى الأعلى. يعني تحت البطن أول منطقة إحنا نراكم فيها الدهون، عقب يبدأ ينبني طابوقة طابوقة إلى يسوي الكرش. ولما ننزل الوزن للأسف ننزله من فوق لين تحت، يعني من أعلى البطن لين ما نوصل تحت. عشان تي لما تلاقون ناس يسوون رياضة ونظام غذائي يقولش دكتورة الحين الكروشة الصغيرة، على قولتهم شوفي الكروشة الصغيرة عندي تحت، هذه ما تروح بسهولة، لأن هذه أول شيء إحنا بنيناها، نحتاج فترة طويلة عشان تروح. بتلاقون بطنكم كله ينزل أو الكرش كله ينزل، وتلاقون بس هالكروشة الصغيرة اللي تحت بعدها صامدة، تاخذ فترة طويلة عشان تنزل. فهالدراسة أنا قلت لكم إياها، لاحظوا هي تقول الحل
السمنة ما قالت سوى عملية تكميم، ما قالت سوى تحويل مسار، ما قالت سوى شفط دهون، قالت الإجراءات المتبعة لتخفيف الوزن نظام حياة صحي اللي هو الأكل الصحي والتمارين الرياضية، لأن اكتشفوا أنه طبعا السمنة عبارة عن زيادة في السعرات الحرارية اللي احنا ناخذها وقلة النشاط الرياضي اللي يخلي عندي عملية الأيض أو الحرق بطيئة. فنسكر حلجنا شوي، نحرك ريولنا شوي، رح ينزل وزننا من غير ما نسوي أي عمليات جراحية. صحيح يا وائل؟ يعطيك العافية. أنا رح أطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل عندنا مواضيع مهمة، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. على الانستغرام عبد الواحد يقول الله يشفي جميع مرضى السكر، اللهم آمين، جميع الأمراض إن شاء الله كمان، سواء كان سكر، ضغط، سرطان، أي نوع من الأمراض الله يشفيهم إن شاء الله جميعا. الحين ننتقل لموضوع حلقتنا. كشفت هيئة الصحة بدبي اليوم عن ملامح سياسة الاستثمار في القطاع الطبي اللي اعتمدها مؤخرا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. لاقت السياسة تفاعلا مهما بين مسؤولي الهيئة وكبار المسؤولين في هيئة التجارة الكندية خلال انعقاد أعمال منتدى التحول المؤسسي اللي نظمتها هيئة صحة دبي مؤخرا بحضور القنصل العام الكندي لدى الدولة سعادة إيمانويل كامريناكس. خلال تنظيمها للمنتدى الربع السنوي للتحول المؤسسي، نوهت الهيئة على لسان الدكتورة ابتسام بستكي مدير مكتب الاستثمار في هيئة الصحة بدبي بأهمية الفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما على صعيد القطاع الصحي اللي يتميز بمناخ إيجابي، وسلم الحوافز والتسهيلات المشجعة على نماء هذا القطاع بشكل خاص. بنتكلم عن هالموضوع، يسعدنا يكون معانا في الاستوديو الدكتورة ابتسام البستكي. صباحك ورد دكتورة ابتسام، نورت الاستوديو. النور. صباح النور والسرور، شكرا تلفزيون دبي على استضافتي اليوم في البرنامج. وطبعا مثل ما تم اعتماد استراتيجية الاستثمار لإمارة دبي ولهيئة الصحة في دبي، فطبعا تماشيا مع خطة دبي 2020-21 تم وضع أهداف استراتيجية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق والتعامل مع أهم الشركاء اللي احنا طبعا قابلناهم في يوم اشتغلنا على دراسة الجدوى اللي سويناها تقريبا في حدود سنة وسنة وشيء. وطبعا الأهداف الاستراتيجية ركزنا على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصحي في دبي، الترويج لدبي كوجهة مثالية للاستثمارات الصحية، وتوجيه الاستثمارات بناء على حاجة الإمارة والفرص المستقبلية، وتطوير آليات عمل مناسبة، وتصميم نموذج مستدام الاستثمار بين القطاع العام والخاص لتمكين وتسهيل النشاط الاستثماري في قطاع الصحة في دبي. وطبعا ندى احنا يعني سوينا بنش مارك وحتى شفنا مقارنات بين دول الثانية مثل استراليا، كندا، وخاصة في كندا هناك عندهم وزارة البنية التحتية من تحتها في إدارة البنية التحتية اللي تركز كلها على مشاريع البي بي بي أو اللي هي الشراكات بين القطاع العام والخاص. وهالمشاريع طبعا في إيجابيات كثيرة، خاصة بيسوي تقليل عبء مالي على الدوائر الحكومية، وطبعا في بيكون في نتائج أفضل للمرضى، وطبعا بيكون فيها فعالية أحسن في من جهة العمليات في القطاع الصحي. وطبعا من عقب ما اعتمدنا الاستراتيجية الاستثمار في طبعا طلعنا بسبع أو ست مخرجات أساسية اللي احنا مكتب الاستثمار ياسين نشتغل عليه لمدة سنتين اللي هي 2018 و2019. وطبعا هاي المبادرات هي تعزيز الاستثمار الصحي، الدليل الإرشادي للاستثمار، حوكمة الاستثمار، سياسات تحفيز الاستثمار، شهادات الحاجة، والتنظيم الصحي لدعم الاستثمار.
ممتاز. تكلمينا شوي عن كل مبادرة. هي نعم، فمثلا تعزيز الاستثمار، احنا اوريدي عندنا مكتب الاستثمار، فبيتم انشاء ادارة الاستثمار بهيئة الصحة، وطبعا احنا عندنا شركاء اساسيين مثل مؤسسة دبي للاستثمار، سلطة مدينة دبي الطبية، وغرفة تجارة وصناعة في دبي. الدليل الارشادي للاستثمار هذا الدليل وايد مهم للمستثمرين، لان هذا راح يبين لهم البنية التحتية المطلوبة وشو هي الوسائط الاستثمار ونوعية المستثمرين والمستهدفين وشو هي الأهداف والأولويات الأساسية لهم. وهالدليل طبعا احنا بنشتغل عليها السنة، وبيعتمد على الكاباسيتي بلانينج اللي احنا ياسين استحدثها هالسنة بعد، وان شاء الله على نهاية السنة بيكون هالدليل موجود للمستثمرين. وطبعا احنا عندنا شركاء مهمين في هالمبادرة اللي هي مؤسسة دبي للاستثمار، سلطة مدينة دبي الطبية، وغرفة تجارة وصناعة دبي. أما الحوكمة طبعا إحنا نبغي نعزز دور الشراكات بين القطاع العام والخاص، ونفس الشيء بالنسبة للسياسات تحفيز الاستثمار، مثل من جانب تسهيل رأس المال، مثلا بعض تسهيل الأراضي لهم في بناء المستشفيات أو المراكز الصحية. وعقب طبعا السنة الجاية بنشتغل على شهادات الحاجة. شهادات الحاجة هاي هي يعني مثلا لو أنت عندك عدد كافي من المراكز أو المستشفيات، فأنت تنصح المستثمرين شو من التخصصات اللي هم المفروض يركزون عليها اللي مش موجودة أصلا في الإمارة. وطبعا بيكون لنا دور قوي مع التنظيم الصحي لدعم الاستثمار والتمويل الصحي أيضا، على أساس أنه ليكون لسهولة تقريبا المشروع، وبالتالي ما بيكون في لا عبء على الإمارة ولا العبء على المريض، وحتى أن المستثمر بيجيب الخبرات اللازمة للإمارة. ممتاز. من هم داعمينكم في تطبيق مثل الاستراتيجية؟ ما شاء الله استراتيجية كبيرة وفيها وايد المبادرات، فمن هم الداعمين أو الجهات اللي تعاونون معها؟ طبعا احنا أول شيء المجلس التنفيذي هم الدعم الكبير لنا، وأيضا دارة المالية في دبي، وعندنا شركاء أساسيين اللي هم اللي احنا على طول على اتصال معاهم، اللي مثل الـ FDI اللي تحت اللي هم تحت دارة التنمية الاقتصادية، وطبعا عندنا بلدية دبي وسلطة مدينة دبي الطبية وغرفة تجارة وصناعة دبي، هم الشركاء الأساسيين اللي احنا بنشتغل وياهم. جميل. في هني حد يقول مثل شركات التأمين الصحي، أتوقع شركائكم شركات التأمين الصحي ما بيكونون شركاء لنا، ولكن هم ضمن التمويل الصحي اللي هم احنا بنساعدهم ان ويا المستثمرين لسهولة الإجراءات. ممتاز، شيء جميل. زين دكتورة ابتسام، اعتماد مثل هالاستراتيجيات الضخمة بهالمبادرات الجميلة، شو تتوقعون النتائج بتكون منها؟ كيف بيستفيدوا منها الناس؟ طبعا بيكون احنا متوقعين ان بتكون النتائج ايجابيه، وخاصه ان اكسبو 2020 جاي. طبعا في مستشفيات جديده، وطبعا احنا بنركز على المستشفيات او المراكز التخصصيه. صحيح. يعني مثلا في بعض التخصصات مش موجوده او موجوده ولكنها مش بالطريقه اللي احنا متوقعين فيها، اللي هي سنتر اوف اكسلنس. فمثلا احنا متوقعين ان شاء الله عندنا مشروع في البي بي بي، شغالين مع الجهات المختصة، وهذا المشروع بيكون مشروع جيد في Center of Excellence، خاصة نركز على بعض التخصصات الأساسية اللازمة للإمارة. ممتاز. لتلبية يعني طلبات والاحتياجات الناس. صحيح، خصوصا مع قرب اكسبو 2020 بيكون فيها اكيد تخصصات جديده. صح. طلبات جديده في القطاع الصحي طبعا. بالضبط، وخاصه مثل التخصصات، بعطيك بعض الامثله، مثل التخصصات في الامراض القلب، عندك امراض السرطانات، عندك الريهابليتيشن، اعاده التاهيل، نعم، وطبعا عندك النيرسينج كير وهوم كير. هالاشياء كلها يحتاج لمراكز متخصصه او سيرفيس متخصص. صحيح. لتلبيه احتياجات المجتمع. هني فعلا انستغرام لايف يقول شو يعني بي بي بي؟ التريبل بيز، في ناس يسمونهم تريبل بيز، في ناس يسمونهم بي بي بي، يعني بابليك برايفت بارتنرشيب، يعني القطاع العام والقطاع الخاص والشراكات بينهم. ممتاز. دكتورة ابتسامة،
انت مديرة مكتب الاستثمار في صحة دبي هنا، شو الخطط الثانية اللي عند مكتب الاستثمار؟ في شيء جديد بتسوونه في الفترة المقبلة؟ احنا سوينا بعض المشاريع ولكن ما اسميها خصخصة، ولكن اسميها مشاريع شراكات مع القطاع الخاص. كذا مشروع انجزنا في هيئة الصحة، وطبعا في عندنا خطة ان حتى بننجز مشاريع ثانية مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المجتمع، وحتى ان نجيب كفاءات للبلاد بتخصصات مختلفة. فهذا الشيء بعد احنا ياسين نركز عليه. وطبعا هو شوفي يعني احنا مو بس ان يعني كيف ان يوم نتكلم عن الاستثمار او تتكلمين عن الشراكات مع القطاع الخاص معناته اني انا ياسا ازيد من الايرادات ولا شيء كذي. اهم شيء انا عندي او حتى عند عندنا في مكتب الاستثمار التركيز على الاكسسبيليتي للمرضى، لان المريض سهولة الوصول، يعني سهولة الوصول، نعم. مو بسهولة الوصول كلينيكلي فقط، ولكن أيضا سهولة الوصول من ناحية الانشورنس، الأمور المادية. صحيح. لساعات تكون إعاقات للمريض أنه هو يتحصل على السيرفس أو على الخدمة. بالضبط. في شيء حابة تضيفين دكتورة ابتسام؟ والله أبغى أقول أن طبعا مكتب الاستثمار استحدث، هو مكتب جديد كملنا تقريبا بس سنة في الهيئة. جميل. وإن شاء الله إحنا يعني ما عندنا صبر أن ننفذ كل المبادرات اللي موجودة في خلال هالسنتين اللي جايين. وإن شاء الله يعني تكون مشاريع إيجابية، وإن شاء الله نلبي جميع احتياجات المجتمع. ممتاز. دكتورة ابتسام، في سؤالي على بالي، ان شو نتائج او شو اهميه ان يكون بين الاستثمار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ صار وايد في تركيز فترة الأخيرة أنه يكون في دائما تعاون بين القطاع الحكومي والخاص. هي النظرة اختلفت قبل زمان. لو تردين لعشرين سنة قبل، كانت الحكومة هي اللي تلبي احتياجات المرضى في الخدمات، سواء كانت المراكز الصحية أو المستشفيات. ولكن مع الجروث أو التزايد العدد السكاني، وطبعا استوى عندنا زيادة في الطلب، ممكن في الطلب وفي التورس، وزيادة عدد السكان في إمارة دبي، هذا طبعا بيكون في عبء على الحكومة. صحيح. فبالتالي احنا يعني التعاون مع القطاع الخاص مو بشيء غلط، ولكن انه يزيد، او ممكن تقولين انه to complement، بدل ما ان ان انهم ياسين يعني يحطون ايد مع ايد الحكومه على اساس انهم ممكن يعطون نتائج افضل للمجتمع. بالضبط. فهاي هي يعني والامور اختلفت الحين. تشوفين اكثر شيء مستشفيات والمراكز الصحيه في موجودين القطاع الخاص اكثر من الحكومي، وفي طلبات اكثر بعد على التخصصات المختلفه. ممتاز. دكتوره ابتسام بسكي، مدير مكتب الاستثمار هيئة الصحة بدبي، شاكرة لك وجودك معنا. ما شاء الله كفيتي ووفيتي بخصوص هل الاستثمار في القطاع الصحي. شاكرة لك وجودك معنا، وإن شاء الله أتمنى نشوفك أكثر في صحة وسعادة. إن شاء الله. مشكورة. شكرا لك ونهارك سعيد. إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله رح نكمل باقي فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. على الانستغرام يقولون من الجزائر، السلام عليكم، يسعد صباحكم بكل خير، صباحكم ورد. وسؤال، ليش تأمين السعادة مو بشامل للمستشفيات الدولة أو في دبي؟ كيف مو بشامل مستشفيات الدولة؟ الحكومة أنت ما تحتاج، الخاص على حسب علمي يشمل. بعد أنا ما عندي ما فهمت قصدك بالضبط أخوي، ممكن تشرح لنا زيادة؟ أنزين، روح موضوعنا لليوم. ضمن سياستها الجديدة وانفتاحها على العالم، تحرص هيئة الصحة بدبي على توثيق شراكتها مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة، وتوفر الهيئة خلال منتدى التحول المؤسسي اللي تنظمه بشكل ربع سنوي المناخ المناسب لبناء شراكات جديدة وقنوات تعاون مثمر، كان آخرها مع هيئة التجارة الكندية، وقبل ذلك كانت هناك عدد دول ومدن عالمية. فماذا بعد هالشركات؟ ها بالتحديد اللي بيكلمنا عنه الدكتور محمد الرضا، مدير التنفيذي لمكتب التحول التنظيمي في صحة دبي. صباحك ورد دكتور محمد. صباح النور والسرور دكتورة. حياك الله في صحة وسعادة.
الله يحييك. إنزين، أول سؤال يبالي، ليش هيئة التجارة الكندية؟ والله دكتورة كانت الفرصة مناسبة في هذا الوقت من السنة. طبعا تأتي هذه الفرصة بعد زيارة وفد من هيئة الصحة لكندا في 2017، وتم خلالها الزيارة الاتفاق مع يسمونهم CCC هيئة التجارة الكندية أو Canadian Commercial Corporation، بحيث أن نحن نتفق وياهم على كذا محور، منها الاستثمار، منها البنية التحتية، ومنها استقطاب رؤوس الأموال إلى دبي، وبنفس الوقت أضفنا إليها التعليم الطبي. يمكن لو تابعتي أحد محاور في المنتدى كانت على التعليم الطبي، وبالتالي يمكن الدكتورة ابتسام دخلت أكثر في موضوع الاستثمار، والدكتورة سيلا قايد تكلمت أكثر عن التعليم الطبي، فمجالات كثيرة وأتوقع بتزيد، ولكن هذه هي البداية. ممتاز. دكتور محمد، لو تعطينا نبذة عن سياسة الانفتاح اللي أوجدتها الهيئة وتبنت تنفيذها في الفترة الأخيرة. دكتورة، هذا يمكن سادس أو سابع منتدى تنظم الهيئة، ودائما نحرص أن تكون دولة شريكة معنا. كانت نيوزيلندا شريكة معنا، كانت جنوب كوريا شريكة معنا، السويد، أمريكا، فكثير من الدول شاركناهم في هذا المنتدى، وهم صراحة أبدوا استعدادهم للتعاون، سواء كانت في دعم المنتدى نفسه أو دعم مبادرات استراتيجية صحة دبي 2021. فبالتالي هذا الانفتاح على العالم مش غريب أو جديد على دبي. القناصل الموجودين أو القنصليات موجودة في دبي، السفارات موجودة في أبوظبي، وبصراحة لقينا منهم كل الدعم من كل الدول، ونتمنى أن نعمل منتدى عالمي نشرك فيها كل الدول. صحيح. دكتور محمد، شو الفائدة المرجوة لما إحنا نسوي شراكات مع دول مختلفة في كل سنة؟ إذا بتكلم عن محور واحد، الابتكار بالدورة. الابتكار مستحيل أن نقدر نعمل شيء من غير شراكات دولية. هذا محور واحد، وعندنا 15 محور في استراتيجية صحة دبي 2021. إذا يبنى التعاون وشفنا أفضل التجارب العالمية وشاركنا هذه الدول، نفس الوقت هم يتعلمون منا، مو بس نحن نتعلم منهم، شفنا أن النتائج طيبة جدا. جميل. دكتور محمد، لما الشراكة هذه الأخيرة مع كندا، شو أهم الخبرات والتجارب اللي تبادلتوها وبتتبادلونها مع كندا؟ هي بالنسبة لي أنا أكثر تجربة بنستفيد منها من تجربة كندا هي تجربة التعليم الطبي. نعم. شو اللي ميز التعليم الطبي في كندا؟ برنامج الإقامة في كندا يعتبر من الأقوى في العالم. نعم. هو شمال أمريكا. فبالتالي حتى المنافسة الكبيرة، أساس أن الطالب يدخل هناك منافسة ضخمة جدا، فنتمنى نحن من خلال التعاون هذا مع كندا تسهل الأمور ونشوف طلبة يتخصصون أكثر سواء في كندا أو في دولة الإمارات، لكن المهم التجربة الكندية والخبرة الكندية. جميل. هذا الانفتاح، سياسة الانفتاح اللي تبعتها هيئة الصحة، وين مستقبلها، وين سائرة، شو النتائج اللي بتتوقعونها راح تنتج عنها؟ توقع دكتور التعاون مستمر مع جميع الدول. نعم. خاصة اللي هي متقدمة في مجال التعليم الطبي والابتكار في مجال الصحة والاستثمار مجال الصحة والتخصصات الطبية، فبالتالي نحن ما بنوقف هنا، ولكن إذا بدنا نقيس الفائدة مثل ما تفضلتي، الفائدة هني في التعليم الطبي تطلع مؤشرات أداء واضحة، ما أقدر أعلن عنها الآن، يجب أن شوي نوثقها أكثر. صحيح. في داخلية في الاستراتيجية، ولكن ثقي تماما أن في مؤشرات أداء واضحة تقاس على كل مذكرة تعاون يتم توقيعها في الصحة. ممتاز. في كلمة أخيرة حاب تشاركنا فيها دكتور محمد؟ والله دعوة للدول العربية اللي يسمعونا، إذا حابين يتعاونون معنا في هذا المنتدى فيا مرحبا بهم، نرحب فيهم ونرحب بالتعاون، وهذه فرصة نعتبرها لنا نحن نتعلم منهم من تجاربهم، وأيضا هم يستفيدون من خبرة هيئة الصحة دبي. ممتاز. دكتور محمد رضا، مدير التنفيذي لمكتب التحول التنظيم في هيئة الصحة بدبي، شاكر لك تواجدك معانا اليوم عن طريق الهاتف، وأتمنى لك نهار سعيد إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا لك. إنزين، نرجع للإنستغرام لايف.
أخوي مال تأمين سعادة بعني أتريا أن تقولي تفاصيل زيادة عن التأمين عشان أعرف بالضبط شو المشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. من التحول التنظيمي والاستثمار وسياسة الانفتاح لموضوع مختلف شوية، موضوع ذكرنا أكثر مرة في برامج صحة وسعادة ممكن يأرق بعض الأهل. في دراسة نشروها في البيان تقول تشجيع الطفل على اللعب خارج المنزل ينمي الذكاء، وظنها نقطة ذكرناها أكثر عن مرة. خليني أقرأ لكم مقتطفات من هاي. نشرت مجلة Working Mother الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الهاجس اللي أرق الأولياء أثناء تنشئتهم لأطفالهم واللي يتمثل في دفعهم لاكتساب مهارات الذكاء. طبعا كلنا كأولياء أمور نبغى أطفالنا يكون أذكى أفضل أسرع أشطر، كلنا هالهاجس لنا كلنا على اختلاف جنسياتنا على اختلاف أعمارنا، كلنا نبغى نفس الهدف حق عيالنا يكون أنهم يكونون الأفضل. وقالت المجلة إن أول النشاطات التي يمكن من خلالها تعزيز ذكاء الطفل تتمثل في تشجيعه على اللعب خارج المنزل. اللعب خارج المنزل، ما قالوا يعطوه جهاز لوحي يقعد عليه 6 ساعات عشان ينمي الذكاء. وإن كانت ممارسة الرياضة بشكل منتظم في غاية الأهمية بالنسبة للطفل، إلا أن منحه بعض الوقت للعب دون قيود يعد أمرا حيويا أيضا. هل ليش موضوع مهم وبغيت أطرحه اليوم؟ كثير من الأمهات لما يجون العيادة يقولون دكتور أنا ما أخلي ولدي يلعب ويركض برا، وحتى لو خليته يعني ما أخليه على راحته وايد. ليش؟ أخاف يطيح، أخاف يتعور، أخاف يتكسر، أخاف يستوي في شيء وباشر اليد واليد يلوم اليد واليد يلومون يقولون ترى خليتي طاح وتكسر. ولا شو رأيك أم خليفة؟ مو إحنا نحاط عيالنا هالكثر؟ فاللي يستوي إنه لازم الطفل نخليه يلعب. طبعا عناصر الأمان في لعبة الطفل سواء داخل البيت أو خارج البيت شيء أساسي، لكن لما خليه يلعب برا البيت لازم يكون في فترة من اللعب دون قيود. شو يعني دون قيود؟ يعني مثلا ما أشوفه واقف مثلا على حصايا وبينط وأقول له هذا من غير قيود، لا، من غير ما يكون في توجيه وأمر مستمر من عندي، اقعد، لا تروح، لا ترد، لا تركض، لا توقف، لا تنقص. كل هذه الأوامر اللي أنا أعطيها للطفل تحد من حركته وتعطيه إحساس أنه مقيد من قبل الأم أو من قبل الأب. ليش مهم ان انا اكون عندي فتره لعب للطفل خارج المنزل، خارج المنزل من غير قيود؟ احنا ما نقدر احيانا نقيسها عن بالنا او ما نقدر نميزها ان لما عيالنا يسوون اشياء ممكن احنا ما نتقبلها كثيرا، مثلا يلعب في الطين، يبي يفرحصه، يبي يستكشف الحشرات الموجوده او النمل الموجود في الحوي او في الحديقه او يلعب في الرمل، فهو هذا ينمي ذكاءه، ينمي مداركه، هو يستكشف. الاستكشاف عند الطفل بالنسبة لي أنا أكثر من 50% من ذكاء الطفل يعتمد على الاستكشاف. إحنا لما كنا صغار كنا نستكشف كل شيء، كانوا أمهاتنا يخلونا نلحس النعال تكرمون بالتراب اللي فيه، يقولك لا والله يقوي مناعة الطفل، ناكل نمل عادي. كان الأمهات كول أكثر، الحين الأمهات وايد جديدات، حتى كانوا أمهات الحين صاروا يدات، كل شيء عندها لا ولا تسوون لا يتعور. بس يوم كانوا الله يحفظهم كنا احنا صغار كانوا يخلونا، كان جزء من تجربة الطفولة. ترى الطفولة يا جماعة فترة قصيرة وكلها عبارة عن تجارب، لو الطفل ما خليتيه يجرب وحتى لو طاح، طبعا مو طيح ويتكسر، طبعا كسور والجروح في مرحلة الطفولة هذا شيء بعد جدا عادي، وترى حتى الطيحات اللي يطيح الطفل ويتعور يتعلم منها، ترى يتعلم مثلا أنا لو سويت شيء طحت مثلا وتكسرت اتعورت احترقت ايا كان، ولكن كل هذه عبارة عن تجارب تنغرس في عقله وتبدأ تبني تجارب وخبرات تساعده حتى لما يكبر. احنا وايد كأمهات ننسى ان هالتجارب تبني تسقل شخصية الطفل، بعدين لما يكبرون عيالنا نقول والله طفلي ما عنده شخصية قوية، ما يعرف يواجه الناس، انسان متردد، انسان خجول. ليش؟ لان احنا لا إرادية من طبعا نابع من خوفنا عليهم، طبعا السبب الأول والأخير احنا دائما نخاف على العيان انهم يتعورون، ما نبغى يتعورون، ما نبغى يطيحون، ولكن هذا الخوف الزايد يأثر على شخصية الطفل، ما يخليه ينفتح، ما يخليه يجرب. التجارب في الطفولة شيء جدا 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 أساسي. فالدراسة شو تقول؟ برجع للدراسة، رحت عنها بعيد بس أنا برجع لها مرة ثانية الحين. تقول أثبتت إحدى الدراسات أن اللعب العشوائي دون قيود مهم جدا في تنمية الذكاء الاجتماعي للطفل. فهل أثناء في فترة اللعب العشوائي يجب أن يمنح الأولياء أطفالهم بعض الوقت للعب خارج المنزل؟ وهذا يسمح للأطفال برسم حدودهم الخاصة والتفاعل مع أقرانهم بشكل كبير وفي تعزيز نمو
قشرة الفص الجبهي لو جزء من الدماغ، المنطقة اللي بيعتمدون عليها فيما يتعلق بالمواقف الاجتماعية باقي حياتهم. شوفوا كيف لما أنا أعطي طفلي فرصة إنه هو يلعب بطريقته، أعطوهم فرصة يعبرون عن وجهة نظرهم في اللعب. يعني مثلا هو حطيت قدام مثلا تراب، هو وجهة نظره يبي يصب عليه ماي ويكون منه طين، هاي وجهة نظره. إحنا لا يتخيس، لا يحطه في حلجة، لا يحطه في عينه، لا يفرع على حد. احنا نفترض دائما هالافتراضات، بالتالي لا تعطونا رمل في ايده، لا شلوا عنا، لا تخلوني اروح هناك. خلي يعبر عن نفسه لفتره من الوقت. كل هذه التجارب تاثر في تفاعلات الاجتماعيه لما هو يكبر. احنا ترى حاليا شخصياتنا عباره عن خلاص تجاربنا لما كنا صغار، تفاعلنا مع اقراننا، تفاعلنا في اللعب. شو المفروض الام تسوي؟ الامهات يقولون اوكي انا خاف دكتوره اخليه يطيح او يتعور او يؤذي حد. انت كوني مراقبه. دورنا كامهات او كاهل وحتى لليدات مو بدور الشرطي ان اتم وراه لا تسوي، اقعد، لا تروح، لا ازخه، لا تنط. لا تكونوا شرطي على عيالكم، كونوا مراقبين. شفتوا وصل مرحلة جريب الخطر لا تتدخلين، ولكن الاشياء العادية خلوه يجرب. انا نفسي مع عيالي سياستي اخليهم يستكشفون، شافوا جحر نمل يبون يستكشفونه خليه يستكشفونه، ما تم اقول لا لا يقرص النمل، لا لا يتعور. انا احرمه من هذه التجربه، هي عباره عن تجربه ترى وهو يستمتع. بتلاحظون انت شو تسوي؟ روحي معاهم. اذا شفتيه يلعب في الطين، شفتيه شاف حشره، خصوصا عالم الحشرات ما شاء الله، احنا مع جونا الحار بتلاقون حشرات انواع واشكال، موسوعه من الحشرات تطلع في البيوت في هالفتره وفي الحدائق. فممكن تستغلين هذا ان انت تنميه في الطفل، لما تشوفون اي حشره موجوده، طبعا مو الصرصور، لا الحشرات الظريفه يعني خنفسانه، نمله، يعني هالحشرات اللطيفه الظريفه، فراشه، روحي له قولي له شو اسمها، علمي اسمها مثلا بالعربي والانجليزي، افتحي له صوره على النت وراوي شكلها الحشره، وقولي له مثلا شو وظيفتها، شو تسوي هذه الحشره، مثلا هذه نحله مثلا تنقل اللقاح يطلع منها عسل. استخدموا هاي التجارب لتلميه معلومات عيالكم. ترى يا جماعه يا امهات والله الطفل ما يتعلم ترى من الاجهزه اللوحيه، ما يتعلم ولا شيء. والدليل لو الطفل يتعلم من الأجهزة اللوحية كان ما لقينا صفوف الأمهات، طوابير الأمهات اللي يجون العيادة ويقول دكتورة ولدي ما يتكلم، مع أنه 24 ساعة مقعدتنا قدام هذا الجهاز اللوحي. لو جهاز اللوحي يعلم كان علم الطفل الكلام، ولكن الأطفال ما يتكلمون لأنهم قاعدين على هذا الجهاز اللوحي معظم الوقت. فيا جماعة خصصوا لعيالكم وقت كل يوم يمارسون فيه الرياضة أو النشاط خارج المنزل من غير قيود. كونوا فقط مراقبين، خلوا يوسعوا مداركم. أنتوا كونوا أقل توتر لما عيالنا يلعبون في الخارج. شو تقول بعد هالدراسة؟ تحديد وقت معين، عشان ما تقول دكتور ندى ضد الأجهزة اللوحية وضد الآيباد، أنا مو ضد أي شيء. تحديد وقت معين لممارسة ألعاب الفيديو مهم جدا. قالت شيريل أولسون الحائزة على دكتوراه في الطب أن ألعاب الفيديو فيها فوائد للطفل، وتوفر لهم تدريب على كيفية مواجهة التحديات، تعبير إبداعي، تعبر وتفاعل اجتماعي. ولكن أكدت وشددت على أن اللعب خارج المنزل من غير قيود لفترة معينة تنمي في الطفل مهارات الاجتماعية اللي بيستخدمها في المستقبل. عمران يقول على الانستغرام لايف، دكتورة على أيامنا كنا نلعب في الرمل، أما الحين ما شيء رمل، ورمل مفيد للأطفال لتقوية الجسم. هي للأسف يمكننا صغار كان في مساحات خالية كبيرة كنا نلعب فيها في الرمل ونستانس، ولكن الآن ما شاء الله العمران زاد والبنيان زاد، فما في المساحات هذه تخلي الطفل يستكشف. بس أفعلك روح الحديقة، الحدائق ما شاء الله فيها رمل، خليهم يستكشفون في الحديقة. وأدري الحين فصل الشتاء تقريبا خلص، دخلنا في الصيف، لكن بعدني أقول يا أمهات أدري في صيفنا ممكن يكون شوي صعب إن خلي الطفل يلعب برا لأنه حر، لكن عطوهم ولو نص ساعة قبل أذان المغرب، خليهم ينطلقون في الحوش إذا حديقة قريب البيت. حر عادي، على قولة أمي اللي ما يعترف بالحر، ما عنده حر برد، كل شيء عنده عادي. عطوه ولو نص ساعة، حركوهم من قدام الأجهزة اللوحية والتلفزيون والقعدة اللي ما يبات لهم غير زيادة الوزن، السكري، ضعف النظر، قلة الكلام، وحتى تأخر النطق عند الأطفال. حركوهم من قدام هذه الأجهزة وخليهم ينطلقون. دخل الصيف، ننتقل من المناطق المفتوحة لأنه يكون شمس وحر، يودوا مثل أماكن مثل الحدائق المائية، وما شاء الله تبي فيها أوبشنات خيارات لا نهاية لها.
بس ما نخلي الطفل قاعد قدام جهاز لوحي بالساعات بحجه انه حر برا، شمس برا، ما بيتعور، ما بيزتشم، يطلع داخل وداخل برا فيرد عرقان فيزتشم. لا نحط هذه كلها حجج. واخر شيء الطفل يزيد وزنه، يجون العياده دكتوره ولدي وزنه جدا زايد، وعندنا خطر اصابه بالسكر في العائله، يطلع طفل كسول، ما في، ما يبي يتحرك، ما يبي يلعب، يوم يدش المدرسة يصير يقول حق أمه لا يبوا لي ورقة من الدكتور عشان ما أمارس النشاط الرياضي. هذه كارثة، هذه كارثة الأكبر. يمكن نقول عن الزكام، طبعا الحين موسم الزكام والكحة طبعا، والعيادة ما شاء الله وايد فيها أطفال تعبانين ومرضى وغيره. في اكتشاف جميل الحين لفت انتباهي، يقول لك سوار ذكي ينبه الوالدين في حال ارتفاع حرارة الطفل. ابتكر علماء من جامعة نوفو سبيربسك في روسيا سوارا ذكيا عبارة عن محرار يثبت على رزغ الطفل، يرسل إشارة إلى هاتف الوالدين بواسطة البلوتوث في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل. بما نتكلم الحين عن الحرارة، كثير من الأمهات لما يسألون دكتورة أنا متى مفروض أعطي طفلي دواء الحرارة، رقم واحد. رقم اثنين، أي أفضل، التحميل أو الشرب؟ أول سؤال، متى مفروض أعطي طفلي خافض الحرارة؟ لو هل حرارته 37؟ لا. 37.5؟ لا. حرارته 38.5 أبدأ أعطيه خافض للحرارة. صح قبل هذا راح تحسي الطفل شوية دافي، لا نستعجل في خافضات الحرارة. ليش؟ ببساطة جهازنا المناعي ينشط مع ارتفاع درجة الحرارة. ترى درجة الحرارة رب العالمين خلى درجة الحرارة ترتفع في المرض عشان ينشط جهاز المناعة، يستوي نشيط على 37.8/9 يبدأ يستوي نشيط فيحارب الفيروسات أو البكتيريا الموجودة في الجسم. فما نستعجل، 38.5 عطيه خافض الحرارة. أي أفضل، تحميل أو شرب؟ اثنيناتهم نفس الشيء، بس في دراسات طلعت تقول الشرب أفضل، لكن في أطفال صعبين يرفض تناول الدواء، يرجع نصه، الأم ما تكون متأكدة هل شرب نصه شرب كامل، تعطي جرعة لبعدها ولا ما تعطي. الطفل الصعب شوي أعطيه التحميلة ما في مشكلة. وطبعا وضع الطفل في الحمام تكرمون وفي حوض ماي، في ماي عادي نقعد فيه 10 إلى 15 دقيقة يساعد جدا في خفض درجة حرارة جسم الطفل. أول شيء حطيه في الحمام تنزل درجة حرارته شوي، بعدين أعطيه خافض الحرارة. وكثير من الأمهات يسألون شرفك بين مختلف خفضات الحرارة الموجودة، هالأسئلة دائما تتكرر في الموسم عشان موسم زكام والحرارة والكحة. خفضات الحرارة نعطيها على حسب شدة المرض عند الطفل، يعني في بعض خفضات الحرارة ما أعطيها لو الطفل حرارته خفيفة 37.5 37.8 38 أفضل أعطيها على حرارات أعلى 39 39.5 فما فوق. ومهم جدا خافض الحرارة ما أعطي للطفل على بطن معدة خالية، لازم يكون ماكل. أدري أن الطفل لما يكون مريض ما له خاطر يأكل، أنا دائما أقول الأمهات اتبعي حيلة الشوربة، بالعادة بالعادة الطفل يتقبل الشوربة، على الأقل يكون في شيء في بطنه قبل ما أعطيه خافض الحرارة عشان ما تأذي معدته، يصيب ألم في المعدة ويرفض الأكل زيادة. وأتمنى إن شاء الله جميع الأطفال الصحة والسلامة، وأقول أمهات ما علي، وسعوا بالكم، وسعوا صدركم وطولوا بالكم، هذا موسم التغير بين الصيف والشتاء والشتاء والصيف، تكثر في الفيروسات والأمراض، بس هي فترة إن شاء الله وتعدي وتلاقون كل شيء يستقر، ليه ما شاء الله يرجع الجو يتغير مرة ثانية بين الصيف والشتاء. فدائما أؤكد إنه إذا عندك أي شك بخصوص مرض ولدك، حرارة ما تنزل، أي عرض من الأعراض، دائما استشيري طبيب الأسرة. إحنا وصلنا لختام برنامجنا، برنامجكم صحة وسعادة. حابة أشكر وائل قواسمة، شكرا لك يا وائل، وأم خليفة ميرة معنا في التنسيق، يعطيكم العافية. أشكركم كمستمعين إن كنتم معنا على خلال ساعة على الهواء، ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من صحة وسعادة. إلى نلقاكم في الغد، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.